بثقة كبيرة سأسلم العرش لابني أمير أورانيا في 30 من إبريل من العام الجاري. هو والأميرة ماكسيما جاهزان لتولي مهماتهما. ملكة هولندا بياتريكس البالغة 75 عاماً اعتلت العرش في العام 1980 بعدما تنحت لها والدتها الملكة جوليانا في عيد ميلادها 70، وقبلها كانت الجدة فيلهلمينا تنحت لجوليانا. خيارها بالزواج من الألماني كلاوس عام 66 لم يلقى حينها استحساناً من الهولنديين بعد احتلال النازيين لهولندا، إلا أن الأمير كلاوس وجد مكانة له في قلوب الهولنديين. مع مرور السنين اكتسبت بياتريكس عطف شعبها وفرضت حضورها المعنوي، وهي اليوم من أكثر ملوك أوروبا شعبية رغم أنها لا تحظى بصلاحية دستورية. قرارها بالتنحي لاقى تعاطفاً من قبل شعبها ومن المسؤولين السياسيين. كل من عرف الملكة يدرك أنها كانت قريبة من الناس وساعدتهم بخبرتها ومعرفتها، وكانت تشاركهم همومهم. الأمير ويليام ألكسندر البالغ من العمر 45 عاماً سيصبح أول رجل يعتلي عرش هولندا منذ العام 1890، وعلى خطى والدته اختار شريكة حياته من خارج هولندا. ماكسيما الأرجنتينية المولد كانت تعمل في مجال الاقتصاد والشركات المالية قبل أن تصبح الأميرة ماكسيما. الخبر تصدر وسائل الإعلام في الأرجنتين، حيث انقسم الناس بين غير مبال وسعيد بأن تحمل أرجنتينية لقب الملكة ماكسيما. بروحها المرحة وبطلاقتها باللغة الهولندية اكتسبت ماكسيما محبة الهولنديين بالرغم من جذورها العائلية، فهي ابنة وزير سابق في الأرجنتين أيام الحكم العسكري. وتجنباً لإثارة أي جدل، والدا الملكة المقبلة لن يحضرا حفل التتويج، متوقع أن يكون يوماً للفرح والابتهاج في هولندا. جاد خليل، بي بي سي.